مسلوق شبيتزا. أعلى جبل في سلسلة جبال الألب. كثير من الناس يزورون هذا الجبل حتى يتزحلقوا على ثلج. يقع تحديدا بين جنوب ألمانيا وغرب النمسا، قريب على جبال سويسرا المعروفة. بس شو لازم تركب حتى توصل بسرعة لأعلى نقطة بالجبل؟ شو السبب اللي يخليني اكتشف هذا الجبل بين كل الجبال أوروبا؟ طيب شنو قصة بحيرة الكاريبي؟ خلونا نكتشف مع بعض هذا الجبل العملاق، ونكتشف واحد من أعظم عجائب خلق الله سبحانه وتعالى في الأرض. هاي قناتكم، قناة أبو جاسم. قولوا يا الله. Seilbahn Bauer die vier Tragseile nacheinander auf den Berg und verankern sie am Gipfel und im Tal. Jede der beiden neuen Kabinen fährt später über zwei Tragseile. Sie halten das Gewicht der Kabine. Bewegt wird sie vom sogenannten Zugseil. Schufa Hawaii, hi, Sinsilet. جبال الألب، نقطة أعلى جبل في ألمانيا اللي هو تسوق شبيتزا من 2962 متر، وإحنا حالياً في هذه المكان شاتسيون أيبسي، هاي بحيرة الأيبسي، نصعد من هذا المكان إلى أعلى نقطة في جبل تسوق شبيتزا. لما توصل هناك حتستغرب من عظمة وإبداع التصميم الهندسي، حيث أن غرفة التلفريك العملاقة تتسع لأكثر من 40 شخص في المرة الواحدة. سواء كان في طريقه للصعود أو للهبوط. في رحلة الصعود لأعلى بالتلفريك تشعر بالضغط الهائل كما لو كنت فعلا على متن طائرة تقلع. أول شخص تسلق هذا الجبل اسمه جوزيف ناوس. في عام 1820 تحديدا في شهر أغسطس تسلق على هذا الجبل. هذا الشخص يدعى جوزيف ناوس. وصل إلى قمة هذا الجبل الذي يعد الآن من أهم وأبرز وأشهر في عالم السياحة في جنوب بافاريا. هذا مجسم البناء حبايبي اللي تم بناءه فوق الجبل. جبال الألب. طبعا كمية البرد من كثر البرد يا جماعة الخير ما أقدر حاسس بإيدي تقيلة توجعني. طبعا أنتم أعطوا حبايبي أنا هذا المكان زرته من زمان. قمة الجبل أو أعلى نقطة في قمة الجبل هذا اللي هو الصليب اللي شايفين أنتم الصليب أو عبارة عن رمز. هاي دخولية القمة. أعتقد أنه حاليا باب مغلق لسبب أسباب أن الجو بارد جدا وممكن يكون خطر للإنسان. حبايبي الحذاء اللي استخدموه حتى يتسلقون الجبال
أو بالأحرى سلقون الجبل تشبت. مطعم وأعلى نقطة. قبل ما نجرب الأكل تعالوا نشوف الحضور الطبيعية ما بين ألمانيا والنمسا. مرحبا بكم في تغول النمسا ألمانيا بايا النمسا. لم يكتفي الألمان فقط ببناء هذا المبنى الضخم الصعب العملاق، ولكن قاموا أيضا ببناء وإنشاء قطار يمكنك أن تأخذه تقله في رحلة النزول إلى الجبل. يمر هذا القطار في باطن الجبل، مما يجعل هذه المغامرة حقا مختلفة. في رحلة الهبوط يمكن أيضا تجربة القطار الذي يمر في باطن الجبل والاستمتاع بالنظر للبحيرة، بحيرة إيبسي. على ارتفاع 2962 متر لازم الإنسان يشوف هذا المنظر يدخل في شعور السكون، يفكر بالله سبحانه وتعالى خلق لنا هذا الأرض، خلق لنا هاي الجبال. بالمناسبة حبايبي أنا حاليا قاعد على الأرض وأحس الأرضية تنهز، الجبل ينهز نفس الوقت. لما بنوا هذا البناية خلوا الديزاين يكون بطريقة يتحرك حتى ما البناية تدمر ويصير حادث أو أي شيء، بنوه بطريقة حتى يتحرك. بس أريد أشوف شوفوا المنظر هذا، تنزل السكينة بقلب الإنسان يعني. صراحة شوفوا المنظر، الحمد لله وشكر الله سبحانه وتعالى حالفنا إنه أنا أقدر أشوف الجبال. بالمرة الأولى مع الأسف كان غيوم وكنا في وسط الغيمة يعني ضباب، فكان صعب إنه أشوف الجبال وأشوف هالجمال هذا. الحمد لله وشكر يعني الله أعطانا الفرصة إنه نشوف هذا المنظر ونصور ونعطيكم فكرة عن أعلى قمة جبل في ألمانيا زوغسبيتز. نرجع ألمانيا نتغدى. الطائر الوحيد اللي يطير بهذا الارتفاع حبايبي، وحتى الطائر ما يتحمل سرعة الرياح، ولكن صوته جدا جميل. طبعا هي البوابة حبايبي، بوابة دخول أعلى نقطة في الجبل، قنبل يعني القمة، لكن الباب مسدود. يلا نكمل. الطابق الثاني مطعم. كان آخر قرار لي قبل ما أترك ميونخ للمحطة التالية إني أزور وأكتشف وأصور هذا الجبل والبحيرة مرة ثانية. مكان الكافيه والاستراحة، آيس كريم كافيه. 2962 متر ارتفاع أعلى نقطة جبل زوغسبيتز، أعلى جبل في ألمانيا. طبعا حبايبي مع الاسف احنا وصلنا الى اخر نقطه، وخلينا نقول المكان هذا اللي حينسد. احنا حاليا في المحطه الاعلى، اعلى نقطه في الجبل. في محطه ثانيه اللي هي تكون في وسط الجبل، يعني في وسط ارتفاع الجبل، وبعدين ممكن الواحد يكمل بالقطار. مثل ما تشوفون حبايبي هذا النفق تم بناءه حتى القطار يدخل في باطن الجبل وينزل ينزلنا من المحطه الاولى. أنا حاليا في المحطة الثانية اللي هي أعلى محطة، وينزلنا إلى آخر نقطة، يعني خلينا نقول ينزلنا للأرض.
بيتزا. طبعا الصراحة بعد التخطيط وتفكير والصرف كل هالأشياء وصلنا إلى تقريبا خلينا نقول وصلنا إلى فقرة الأكل، ولكن الأكل العراق تعرفون حبايب إحنا يعني ما تغدينا ولكن أكلنا شيء بسيط وشربنا قهوة، فحبينا أنا وزحل الأم إنه نتعشى عشاء عراقي. ومع الأسف بعض الأشياء اللي أنا خططت لها مثلا القطار اللي هو يدخل في باطن الجبل ما قدرت أصوره بسبب إنه مغلق، مع الأسف بعض الأشياء حدثت وهذا الشيء طبيعي مثل ما يقال اسعى يا عبدي وأنا عينك. فإحنا حاولنا نصور كل الأشياء المهمة. أتمنى يا رب حبايبي إن تشتركون بالقناة، هذا شيء جدا جدا مهم، وأتمنى يا رب تشوفون بدقة وتعطوني رأيكم بالتعليقات وشاركون هذا الفيديو يا أحباب. بالطبع حبايبي حبيت أقول لكم كلمتين حلوين من قلبي. تعرفون أنا لما أسافر دائما أقول كلمة أو كلمتين بالأخير. لما سافرت لبنان طبعا نفس الشعور، تعرفون أنا أحب أشتغل كثير وأسعى بنفسي وأسافر وأحب السفر وأصور موضوع السفر لأسباب معينة. طبعا ممكن الناس تفهمه ممكن الناس ما تفهمه، فأتمنى يا رب تفهمون قصدي. اليوم صعدنا على أعلى قمة جبلية في ألمانيا بارتفاع 2962 متر فوق سطح البحر، وهذا الشيء طبيعي نعرفه احنا. خلاص الكلام تعلمت انه الانسان مو بس يشتغل ويتعلم ويروح ويدخل ويطب او يسوي اشياء معينة، لا لازم يسوي اشياء مختلفة يريح عن نفسه يغير جو او يتعلم اشياء حلوة او يخطأ. يا جماعة الخير الانسان اذا يخطأ هذا الشيء ليس سلبي ولكن ايجابي، انا هذا رأيي. طبعا عموما تعرفت على زحلوم وساعدني وصور لي وتغدت عشينا مع بعض عشاء عراقي. طب العشاء العراقي شلون 40 يورو 6 بوجيس خلاص نزلنا على الحديده. ما تحورش يا انا لو دفعت الفلوس وانت عبيط ولا ايه؟ المهم خلاصه الكلام اتمنى يا رب عجبكم الفيديو، اتمنى يا رب انه قدرتوا تفهمون فكرة الفيديو. هذا الجبل حبايبي أنا زرته مرتين، الأول مرة مع الأسف ما قدرت أشوف المنظر الطبيعي ومنظر الجبال، قررت أن أسافر مرة ثانية وأعطيكم فكرة عن هذا الجبل. طبعا هذا الجبل عليه مسجد، عليه أعلى مطعم في ألمانيا، عليه أعلى حدود طبيعية في ألمانيا، عليه أشياء كثيرة. طبعا في قطار بيدخل في باطن الجبل، مع الأسف ما قدرت أصوره لأسباب ثانية. عموما تعلمت إنه كل هالأشياء اللي الواحد يسويها طبعا ألغي هواية لا أعرف قر قر قر. خلاص الكلام اشتركوا بالقناة لا تخلوا يصير عصبي، ترى من شرفي اذا ما تشتركوا بالقناة. الله اعلم كسرت. يلا بس بقى يا عم قبل ما تقفل خليني اقول للناس على اللي حصل النهارده. الكبير جه في النص قعد تقول له يا كبير خليك معانا يا كبير اسمع الكلام ده، كل مره يروح يقلع الجلابيه ويجري منفوس في الثلج. يا كبير يقول لي اول مره اشوف ثلج ما عندناش في المزاريط. الله يا كبير يا اخي ده بعيب عليك. اكتبوا بالتعليقات منو هذا زحلقوم؟ من يا ترى؟ يلا كلهم بالتعليقات. يا سلام عليكم.